أقر البرلمان العربي خلال جلسته الثالثة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني والتي عقدت عن بعد مساء أمس الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، حيث تتركز الاستراتيجية على وقف جميع تدخلات النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية والتصدي لسياساته العدائية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ومنع تكوين أي ميليشيات مسلحة أو تنظيمات ترتبط بالنظام الإيراني داخل الدول العربية. وحول هذه الاستراتيجية وأهميتها يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد عبد الرحمن محمد جمشير، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسة والأمن القومي بالبرلمان العربي. أهلا بك، وما هي أبرز ملامح هذه الاستراتيجية وما أهميتها في تعزيز سيادة الدول العربية ومنع التدخل في شؤونها الداخلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرلمان العربي طبعا في جلسته العامة الثالثة الافتراضية من دور الانعقاد الرابع لفصل التشريعي الثاني تضمن جدول أعمال الكثير من المواضيع المهمة. بدأت الجلسة طبعا بكلمة من الرئيس محمود عباس الذي أكد فيها رفض الحكومة الفلسطينية لقيام إسرائيل بضم أجزاء من غور الأردن وشمال البحر الميت وفرض السيادة على المستوطنات الغير قانونية. ثاني شيء، أهم شيء كان عندنا طبعا موجود على جدول الأعمال أقرار استراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي والتدخلات الإيرانية والتركية في الشأن العربي. نعم. طبعا دولنا وشعوبنا العربية ما زالت وتعاني الكثير من الدمار وعدم الاستقرار في هذه التدخلات من هاتين الدولتين بالذات وغيرهم طبعا من الدول الأجنبية والتي لها أطماع اقتصادية وسياسية وإيديولوجية للسيطرة على مقدرات شعوبنا العربية. محاولة هاتين الدولتين طبعا إيران وتركيا قصدهم وهدفهم الأساسي هو دعم تقويض دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، ومما استوجب منا ومن الجامعة العربية ودولنا العربية حكومات وشعوب خلق موقف عربي موحد لإيقاف هذه السياسات والأعمال الإدارية وتحشيد كل دول العربية من خلال الجامعة العربية ومن خلال منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والشرعية الدولية، وكذلك من خلال تفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك بين الدول العربية ووثيقة الأمن القومي العربي. نعم. هذه طبعا تعطينا الشرعية لوقف هذه التدخلات والوقوف سدا منيعا أمام هجماتها المتكررة، ونحن نقف طبعا مع شقيقتنا جمهورية مصر العربية في موقفها الأخير من تدخلات تركية في ليبيا والتي طبعا هدفها الأساسي هو الاستيلاء على الثروة النفطية والاستيلاء على مقدرات الشعب الليبي، وللحكومة المصرية والشعب المصري كل الحق في التدخل في ليبيا لزعزعة الأمن والاستقرار في جمهورية مصر. ونحن طبعا والدول العربية وحكومات الدول العربية تؤيد مصر في هذا الموقف. احنا في البحرين طبعا كلنا نذكر ان يعني عانينا الكثير من التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية ومساندة إيران للإرهاب والتدريب وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية لزعزعة الأمن والاستقرار. نعم. واستطعنا والحمد لله التغلب على هذه النوايا الخبيثة بحكمة قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وحفظه الله ورعاه، وبوعي شعب البحرين الوفي الذي وقف مساندا قويا لقيادتنا الرشيدة إدراكا منه بنوايا إيران الخبيثة. نعم. احنا طبعا في البرلمان العربي أكدنا وأخذنا قرار بتأييد المملكة العربية السعودية في موقفها من الهجمات الحوثية التي تدعمها إيران وإطلاقها للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة موجهة للأهداف المدنية والمنشآت الصناعية. هذه طبعا كل الأمور
يعني هدفه الاساسي هو زعزعه الامن والاستقرار في الوطن العربي، ولنا كل الحق والشرعيه لان نقف ضدها. ونحن نؤيد اي موقف عربي لهذه ما تقوم هاتين الدولتين، وخصوصا ما يعني الهجمات التركيه على شمال العراق معروفه، والتدخلات الايرانيه في العراق معروفه. نعم. وتدخلها في سوريا وفي لبنان وفي اليمن، كل هذه يعني امام اعيننا، ويجب على الامه العربيه اخذ موقف حاسم امام هذه التدخلات. نعم سعاده السيد عبد الرحمن محمد جمشير، عضو لجنه الشؤون الخارجيه والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى، وعضو لجنه الشؤون الخارجيه والسياسه والامن القومي بالبرلمان العربي. شكرا جزيلا لك.